لله بعد جاء الفرج مع الله سبحانه وتعالى ودابا راه حنا حلينا وعيطنا لهاد الناس اللي كانوا خدامين مضرورين بزاف وتحنا راه حنا ضرينا بزاف فهاد عام وحنا سادين ودابا انا ثلاثه الاصلاحات اللي درت في هاد العام اللي حنا سادين مع دابا كتسد الحمام الشبكه كتريب السيتيرنات كيبيوريو والجعاب حتى هما كيبيوريو ولكن الحمد لله المهم اللي جا الفرج مع الله سبحانه وتعالى والله يرفع علينا هذا البلاء والحمد لله دابا حنا فرحانين ورحنا قايمين بالواجب من جهه التعقيم من جهه المسائل كامله رحنا دايرينها والخدامه هما مساكن عيطنا لهم راهم فرحانين والحمد لله والله يرفع علينا هذا البلاء والحمد لله خويا خلى النعمه من عند الله الحمام شي حاجه شي حاجه كبيره صراحه الزيار والله العظيم في البلاصه في البلاصه في البلاصه كي حل تميت جاي في البلاصه اخويا هو الحمد لله كاين واحد التفاؤل بحال واحد السال مسكين كان كيحكي لي نيت حسيت بيه بعدا كاين نفسانيه بعدا كيرجع قال لك عندي باش ندور الجميله ديالي بهذا لافاسون اليوم الافتتاح داز كل شيء بخير بعدا لقينا الخدامه اللي كنا باركين عندنا بعدا في المحل كنا شادين وما خليناهمش يمشيو في حالاتهم للبلاد وان شاء الله كل شيء داز بخير راه خدموا معنا كاينين الحمامات اللي مساكن ما تشوفوش انهم يحلوا على اساس ما الخدامه ديالهم ما كانوش عندهم ما واقفينش لهم الخدامه يعني كل كاين اللي مشى عنده خدام البلاد ما وفقوش الحظ كاين اللي مسكين ما عندوش العود ما خدمش على حساب كاين اللي كيخدم بالعود كاين اللي كله باش كيخدم احنا توفقنا الله سبحانه وتعالى اننا كاين عندنا شويه ستوك وجا القرار ديال الحكومه عطاونا الحلان باش نشد الناس مساكن الكساله حتى هما واللي كانوا خدامين حتى هما باش يتعوضوا في داكشي اللي ضاعوا قبل وراك عارف الحمام ضروري من خاصك تسخن واحد يومين قبل ولا 3 ايام وكيقولوا على اساس ديال التسعيره كيقول لك التسعيره تزادت هذيك التسعيره ما تزادتش لان الحمامات حنا كندخلوا الناس بالثمن اللي كنا كندخلوا به قبل يعني ما يكذب عليك من الكذاب يقول لك 30 درهم 20 درهم هذاك الشيء ما كاينش التسعيره الموحده كاينه 13 درهم 12 درهم كاين اللي غادي يدير 15 درهم على حساب الامكانيات ديال الحمام كاين الحمام اللي مصلوح مزيان راه كيبغي يدير 15 درهم حمام اللي كاين عنده اللي كيبغي التعاون شعبي شويه راه كيدير 12 درهم بحالنا حنا دايرين 12 درهم شوف